السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة الثانية من مراجعة الجزء الخاص بالفصل الثالث التكاثر. اتفقنا وياكم التكاثر الفصل الثالث ياخذ الدرجات الهواي الخاصة بالامتحان الوزاري، ولذلك شوية تركيز بها. وبالمناسبة مو لأنه الفصل الثالث بدرجات هواي على أساس أنه أهم الفصول، لا، بس كمية المعلومات الموجودة بالفصل الثالث تكون أكثر من الثاني والأول، وإلا الفصل الأول فهو أنا بتصور أشوفه أهم الأفصل لأن به انقسام الخلية. فصل الثالث التكاثر. التكاثر اتفقنا يكون بنوعين، تكاثر لا جنسي وتكاثر جنسي. يجينا نقرأ التكاثر اللا جنسي والجنسي في الأحياء. من أم الأحياء؟ الممالك الخمسة: مملكة البدائيات، مملكة الطليعيات، مملكة الفطريات، مملكة النبات، وأخيرا مملكة الحيوان. لكن قبل هاي الممالك الخمسة درسنا فد شيء، تكاثر في كائن هو ليس من الأحياء، ولكن أحيانا ينسب إلى الكائنات الحية وأحيانا ينسب إلى الكائنات غير الحية اللي هو الفيروسات. أوكي، حتى تعرف شنو اللي سويناه احنا بالمحاضرة الأولى. اليوم فايتين وياكم على المملكة رقم 4، التكاثر في عالم النبات أو مملكة النبات. اتفقنا وياكم بالجزء الأول من هاي المحاضرة أو من هذا الفصل أن النباتات أكو نباتات بسيطة جدا اسمها الحزازيات، وأكو نباتات أكثر تطور من عندها اسمها السرخسيات، وأكو نباتات متطورة جدا اسمها النباتات الزهرية. ذول النباتات ثلاثتهم يتكاثرون بظاهرة مميزة. شي يسمون هاي الظاهرة؟ ظاهرة تعاقب الأجيال. ظاهرة تعاقب الأجيال وتعني أن دورة حياة النبات الكاملة تمر بطورين. شوف هذه ظاهرة تعاقب الأجيال. الطور الأول شنو اسمه؟ اسمه الطور البوغي، وهو يمثل وسيلة أو طريقة التكاثر اللاجنسي، وتكون خلايا توسين كروموسوم. وعندما ينضج هذا الطور تعاني بعض خلاياه، وهي الخلايا الأم للأبواغ. اليوم حابب أرسمها، راح اشتكتب هنا حافظة بوغية. عندما ينضج هذا الطور تعاني بعض خلاياه، وهي الخلايا الأم للأبواغ. أنت من تجي تقرأ التعريف ما تشوف الخلايا الأم للأبواغ، بس تشوف حافظة بوغية بالرسم. يعني استنتج أن الخلايا الأم للأبواغ الوارد ذكرها بالتعريف بالرسم حقيقة هي موجودة ضمن تركيبة أكبر من عدها موجودة يسمونها الحافظة البوغية. تعاني الخلايا الأم للأبواغ عملية انقسام اختزالي. إذن ما دام هاي الخلية موجودة ضمن الحافظة البوغية، فالحافظة البوغية راح يكون شنو؟ توسيم. تعاني ماذا؟ تعاني انقسام اختزالي. أي شيء اتفقت وياكم خلال هاي المحاضرات اللي راح ينقسم انقسام اختزالي فهو راح يكون أكيد توسين، لكن النتائج المترتبة عن هذا الانقسام، النتائج المترتبة عن هذا الانقسام شو راح تكون؟ راح تكون سين. فهذه الخلية الأم للأبواغ إذا انقسمت انقسام اختزالي راح تكون خلايا تكون أحادية المجموعة الكروموسومية اسمها أبواغ. إذا ليش الأبواغ سين كروموسوم؟ راح تقول لك كونها نتجت من انقسام اختزالي. وهذه الأبواغ هي التي تحدد بدء الطور المشيجي، يعني بدء معناته أكو انقسام، يا انقسام أكيد انقسام خيطي. ليش؟ لأنه الأبواغ هي سين. فهذا إيش راح تكون؟ راح تكون الطور الآخر وهو الطور المشيجي. إذن سوينا المستطيل الآخر وكتبنا عليه طور مشيجي. الطور المشيجي وهو يمثل الطور الجنسي والذي تنتج يعني أكو بالموضوع انقسام، فيا انقسام راح يجي أكيد انقسام خيطي. ليش انقسام خيطي؟ لأن أصلاً الطور المشيجي هو سين كروموسوم، فراح تنتج عن هذا الانقسام أمشاج. إذن ما المجموعة الكروموسومية للأمشاج؟ أكيد سين. وبعدين شو يقول لك؟ ولكن بعد الاتحاد، بعد الإخصاب ما بين الأمشاج الذكرية، إذن أكتب كلمة إخصاب، ما بين الأمشاج الذكرية والأنثوية يبدأ الطور البوغي، وهكذا تتعاقب الأجيال. يعني راح نرجع لنفس اللون. شو راح تتكون؟ تتكون زيجة، هذه اسمها بيضة،
مخصبة، والبيضة المخصبة راح تكون نبات جديد بيا انقسام أكيد انقسام خيطي. فإذا هذه الفرة شو يسمونها؟ فرة تعاقب الأجيال أو ظاهرة تعاقب الأجيال. من تختم الرسم تسوي لك خط هالشكل وتقول أي شيء رسمناه بهذا اللون بالبرتقالي وراح يكون يحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات، وأي شيء رسمناه باللون الأبيض راح يحتوي على العدد نصف العدد الأصلي من الكروموسوم أي سين. إذن هذه طلاب يسمونها ظاهرة تعاقب الأجيال. مرات اكو استنتاج، اكو سؤال استنتاج من اسئله الفصل تعتبر ظاهره تعاقب الاجيال افضل صور التكاثر او افضل طرق التكاثر. ليش؟ لان الكائن يتكاثر خلال دوره حياته مرتين، يتكاثر مره لا جنسي بالطور البوغي فيبدا بتكوين افراد جديده، ويتكاثر مره ثانيه جنسيا بالطور المشيجي فيبدأ بتكوين أفراد جديدة وهكذا. ولذلك تعتبر هذه الظاهرة أفضل صور التكاثر، لأن الكائن يتكاثر مرتين خلال دورة حياته، مرة لا جنسيا فيكون أفراد فيكون أفراد، ومرة جنسيا فيكون أفراد مرة ثانية. هاي ظاهرة تعاقب الأجيال. وين راح نشوفها؟ بالحزازيات والسرخسيات والنباتات الزهرية. فالبارحة أو المحاضرة اللي سبقت هذه وصلنا الحد التكاثر في الحزازيات. أسئلة الحزازيات راح تكون كالآتي. مثال على الحزازيات، نبات اسمه نبات البولي تراكم، نبات اسمه البولي تراكم. فيتكاثر نبات البولي تراكم بالطورين البوغي والمشيجي، وهو من فراغ. راح أقول له هو من الحزازيات، هذا الفراغ، التي يعني الحزازيات تمثل أكبر شعب نباتات فراغ. أقول النباتات اللاوعائية. ساشون النباتات اللاوعائية بين نفي، يعني هي النباتات التي لا تحتوي على الأوعية الناقلة للماء والغذاء، يعني ما بيها لا خشب ولا لحام. سؤال آخر على البوليتراكم أو على الحزازيات. في الطور المشيجي الناضج للبوليتراكم يحمل الساق الورقي أما أنثريديا، وهي حافظة مشيجية ذكرية، أو أرجيغونيا وهي حافظة مشيجية أنثوية. ظاهرة تعاقب الأجيال، ظاهرة تعاقب الأجيال الحزازيات راح يكون الطور السائد عندهم هو الطور المشيجي. ولذلك من تقرأ بالكتاب يبدي لك في الطور المشيجي الناضج، يعني يقول لك الطور السائد هو الطور المشيجي. ففي الطور المشيجي السائد يحمل الساق الورقي أما أنثريديا، أنثريديا وهي حافظة مشيجية ذكرية، احفظها هذه، هاي علامة الذكر بالوراثة تتذكرون، أو يحمل أرجيغونيا وهي حافظة مشيجية أنثوية. الأنثريديا يعني ذكر، والذكر يضرب ثريد، والأرجيغونيا ما لها علاقة بالثريد. أوكي، كلش أوكي. نستمر. فهنا في الطور المشيجي الناضج للبولي تراكم يحمل الساق الورقي أما فراغ. بس دير بالك تنتبه، خاف يلعبنا أبو الوزاري، بيقول لنا في الطور المشيجي الناضج للبولي تراكم يحمل الساق الورقي أما فراغ وهي حافظة مشيجية أنثوية. مرات يقدم ويأخر، يتلعب بالألفاظ. ترى حتحط أرجيغونيا هنا، بس هنا على ضوء المكتوب لا، يحمل الساق الورقي فراغ وهي حافظة مشيجية ذكرية. شو تقول له؟ ثريد، أنثريديا، أو فراغ وهي حافظة مشيجية أنثوية، هاي علامة الأنثى. بدورة التكاثر بالحزازيات مثال البوليتراكم، النقطة السادسة هم شوية تركز عليها، تنبت الأبواغ، الأبواغ سين كروموسوم، إلى خيوط أولية ذكرية أو خيوط أولية أنثوية. وإذا شفنا هذه شفت الأبواغ، تنبت الأبواغ إلى، أما تنبت إلى خيوط أولية ذكرية أو خيوط أولية أنثوية. خوش، هذه الأسئلة الخاصة على الحزازيات. بعدين نروح على المجموعة الثانية، التكاثر في السرخسيات. هذا الفراغ أنا شايفه جاي بالوزارة، تعد الحزازيات، رجعك هذا السؤال للحزازيات، تعد الحزازيات من شعب النباتات فراغ، طبعا انت حفظتها اللاوعائية.
أما السرخسيات فهي تنتمي إلى شعب النباتات الوعائية، يعني بالتالي هاي صارت أكثر تطور. ليش؟ عندها الخشب واللحام. ظاهرة تعاقب الأجيال هي السائدة، يعني كطور بوغي تتخيل فوق والطور المشيجي اللي جوه، وبالحزازيات كان الطور المشيجي هو السائد، هسه بالسرخسيات الطور البوغي هو السائد، فهي تحفظها. الطور البوغي في السرخسيات هو السائد. والحافظات البوغية شفتها بالرسم قبل شوية، كنت تكتب حافظة بوغية توسين، تتخذ مواقع على السطح السفلي للأوراق السرخسية. فأنا يجيك سؤال، ما موقع وأهمية الحافظات البوغية في السرخس؟ راح تقول له الموقع في السطح السفلي للأوراق، الأهمية تتكون بداخلها الأبواغ. الأبواغ في سرخس البوليبوديوم أكيد الأبواغ تنمو إلى طور مشيجي فراغ. الطور المشيجي ممثلا ب، يعني شو يسمونه؟ يسمونه بالثالوث الاولي. انت تتذكر جهاز كولجي في الخليه النباتيه يسمى بفراغ الدكتيوسوم. هسه الطور المشيجي في السرخسيات يسمى بفراغ، شو اقول له؟ بالثالوث الاولي. عرفنا الثالوث الاولي تعريف كلش مهم، راح تقول له تركيب شويه واني اعرفه، راح ارسم رسمه بسيطه للاطلاع. تركيب قلبي الشكل أخضر اللون، شوف رسمته باللون الأخضر، قلبي الشكل. يحمل أرجيجونيوم وهي الحافظة المشيجية الأنثوية، والأنثريديوم وهي الحافظة المشيجية الذكرية، وينمو من طرف المدبب أشباه الجذور. ولذلك هذا مو سائد، ليش؟ لأن عنده أشباه جذور، لكن الطور البوغي هو سائد لأن يمتلك جذور. تعريف الثالوث الأول مهم، عرف الثالوث الأولي، ما منشأ الثالوث الأولي من إنبات البوغ. الثالوث الأولي يحمل حافظات مشيجية ذكرية تسمى بفراغ، أقول له الأنثريديوم. وبالمناسبة أنثريديوم مفرد، أنثريديا جمع، فش تكتب مفرد جمع صحيح بالوزاري. أرجيجونيوم مفرد، أرجيجونيا جمع، يعني هاي مصطلحات لاتينية. عندك هاي المقارنة كلش مهمة، مثلا اجت 2016 دور اول، قارن بين الطور البوغي والطور المشيجي. يعني نانا المن في السرخسيات، المن في السرخسيات. فالطور البوغي هو سائد، الطور المشيجي غير سائد. الطور البوغي يحتوي او يحمل حافظات بوغية، بينما الطور المشيجي يحمل حافظات مشيجية اللي هو الانثريديوم والارجيجونيوم. خلايا الطور البوغي توسين، بينما خلايا الطور المشيجي سين، طبعا لانه ناتج من نمو الابواغ. هذا الطور البوغي يكون ابواغ سين، بينما الطور المشيجي يكون امشاج سين. الطور البوغي يرتبط بالتربه بواسطه الجذور، وهذا يرتبط بالتربه بواسطه اشباه الجذور. واكيد الطور البوغي يمثل وسيله التكاثر اللاجنسي، والطور المشيجي يمثل وسيله التكاثر الجنسي. فتتخيل هسه، تتخيل خلصنا الحزازيات السرخسيات، هسه وين رايحين؟ للنباتات الزهريه. طيب ليش اسمها نباتات زهريه؟ لان تمتلك ازهار، اوكي، وهي من النباتات الوعائيه وتمتلك الازهار، والازهار مستقبلا شو تصير؟ ثمار بداخلها بذور. فمرات شو يسمونها؟ نباتات بذريه. الزهرة عضو مهم جدا في النباتات الزهرية، لأن استمرار النباتات يعتمد على الفعالية التكاثرية لهذه الأزهار. هذا السؤال اكتب عليه مهم. تبدو الأعضاء الزهرية متقاربة جدا على المحور الزهري بسبب، تركز على هاي الكلمة، بسبب عدم استطالة السلاميات في الغصن الزهري. كلش مهمة. خوش، إذا تبدو الأعضاء الزهرية متقاربة جدا على المحور الزهري بسبب عدم استطالة السلاميات في الغصن الزهري. طبينا على مكونات الزهرة، مكونات الزهرة هم أربعة: الأوراق الكأسية والأوراق التويجية والأسدية والمدقات، وكل وحدة بها كلام عليك أن تحفظه. فالأوراق الكأسية يعني بشكل بسيط، هيك زهرة بسيطة، هذه الأوراق الكأسية. اولا قل له شوف، لو يجيك عرف الاوراق الكأسية، لو ما مميزات الاوراق الكأسية بالحالتين يطلق على مجموعها بالكأس. اثنين، هي تحمل برعم الزهري هالشكل، بعدين تتفتح الازهار هيك فتحا، تحمل برعم الزهري قبل الانفتاح. وثلاثة، هي في الغالب يكون لونها اخضر، اذا تكون خضراء اللون، الا انها قد تكون ملونة احيانا وتبقى متصلة بالتخت. هذه كانت الاوراق منه الأوراق الكأسية. الأوراق التويجية
أول نقطة، يطلق على مجموعها بالتويج. شوف هنا وكأنما صارت عندنا مقارنة بين الأوراق الكأسية والأوراق التويجية. هناك يطلق على مجموعها بالأوراق الكأسية، هنا يطلق على مجموعها بالأوراق التويجية. هناك تحمل البرعوم الزهري قبل الانفتاح، هنا جاذبة للحشرات وبالتالي هاي الحشرات تساعد في عملية التلقيح. هناك في الغالب تكون لونها خضراء، هنا تتباين بدرجة كبيرة الأوراق التويجية، تتباين بدرجة كبيرة في حجمها وشكلها ولونها باختلاف النباتات. صارت عندنا فد مقارنة، كل اثنيناتهم بالمقارنة، اثنيناتهم هاي تعتبر من الأجزاء غير الأساسية للزهرة، هذه كذلك. ليش؟ لأن وجودها عدم وجودها هو أكو تكاثر جنسي، أوكي؟ فخاف يجيني سؤال، تعتبر الأوراق الكأسية والأوراق التويجية من الأجزاء غير الأساسية بالنسبة للزهرة؟ قل لي، لأنه لا تساهم بشكل مباشر في عملية التكاثر الجنسي وإنتاج البذور. يعني زهرة عندها أوراق كأسية وتويجية تسوي تكاثر جنسي، ما عندها ما تسوي تكاثر جنسي، بس أيهما أفضل؟ طبعا من عندها، لأن هاي وسائل مساعدة. الأزدية وينك؟ الأزدية وتمثل الأعضاء الذكرية. هذا السؤال، ما هي مكونات السدات الواحدة؟ السدات الواحدة تتكون من جزئين، نشوفها بالرسم. هذه سدات، هذه سدات، هذه سدات، هذه سدات، سدات جمعها أزدية. السدات الواحدة بها جزئين، هذا الخط الرسمته اسمه خيط، وهذا الانتفاخ الرسمته اسمه متك. فالسدات الواحدة تتألف من جزئين، فراغ وفراغ. أكيد أنت قلت له تتألف من جزئين، واحد الخيط أو واحد المتك واثنين الخيط. هذا المتك، هذا الخيط. طيب ما أهمية المتك؟ تتكون بداخل حبوب اللقاح. ما أهمية الخيط الذي يحمل المتك؟ واضح من خلال الرسمة. المدقة هي العضو الأنثوي، المدقة هي العضو الأنثوي. سؤال جدا مرشح، ما هي مكونات المدقة؟ تتكون من ثلاثة أجزاء، المبيض والقلم والميسم، وكل واحد أحفظ تعريفه، لأن يجيني سؤال بست درجات أحيانا ما مكونات المدقة مع تعريف لكل مكون. فمكونات المدقة نرسمها بالبداية أحسن. هذه المدقة تتألف من ثلاثة أجزاء، هذا المبيض الجزء القاعدي، وهذا القلم، وهذا الميسم، الشكل، أوكي؟ أما هذا الجزء المتضخم اللي راح تقعد عليه كل هاي الأجزاء، شو يسمونه هذا الجزء المتضخم؟ يسمونه التخت. إذن هذا شنو اسمه؟ اسمه التخت. هذا اسمه التخت. خوش، ما مكونات المدقة؟ واحد المبيض هو الجزء القاعدي للمدقة، منتفخ، تتكون بداخل البويضات، والبويضات التي ترتبط بجدار المبيض عن طريق الحبل السري. اثنين، هاي الاثنين هنا صايرة، خاف ما نشوفها. الاثنين هذه، وكأنما اثنين القلم، هذا خلي يصير هنا يكون أضبط. اثنين القلم، تركيب أسطواني رفيع مجوف عادة، مهمته يربط المبيض بالجزء العلوي المسمى بالميسم، وهاي الثلاثة الميسم. طبعا الميسم جدا مرشح، لو يجيك تعريف، لو يجيك ما منقعه أهمية، لو يجيك حدد المسؤول. فالميسم يمثل الجزء النهائي أو القمي من المدقة، ويكون منتفخا قليلا، وفي أغلب الأحيان يكون ذو أهداب أو خشن الملمس، وأحيانا مغطى بسائل لزج. هاي حفظه ليش؟ لتسهيل التصاق حبوب اللقاح عليه. طبعا هاي الأسئلة، تعد الأوراق الكأسية والتويجية أجزاء غير أساسية بالنسبة للزهرة؟ الأوراق الكأسية والتويجية أجزاء غير أساسية لأنه لا تساهم بشكل مباشر في عملية التكاثر الجنسي وإنتاج البذور. طيب تعد الأزدية والمدقات أزدية ومدقات من الأجزاء الأساسية بالنسبة للزهرة لأن لها دور مباشر في التكاثر الجنسي وإنتاج البذور. مثل لما يأتي وانت تقرأ بالتويج، راح يقول لك يابا أحيانا تلقى أزهار أوراقها التويجية بعدد أوراقها الكأسية، مثالها السوسن، وأحيانا تلقى أزهار أوراقها التويجية أضعاف مضاعفة للأوراق الكأسية مالتهم، مثالها الروز. فهنا أنا تحفظها، مثل لما يأتي، زهرة أوراقها الكأسية بعدد أوراقها التويجية السوسن، ثلاثة كأس وثلاثة تويج، وزهرة عدد الأوراق التويجية أضعاف لأوراقها الكأسية، راح تقول له الروز. الروز طبعا هذا جوري، يعني معناته الروز.
شوف هذا وكأنما سؤال. الحافظات المشيجية الذكرية للسرخس تسمى الأنثريديوم الأنثريديا والأنثوية الأرجيجونيوم. هنا أنا شو أريد أقول لك؟ طبعا هنا المفروض هذه تنمسح والمفروض هذه تنمسح، ليش؟ لأن هو سؤال فراغات. الحافظات المشيجية الذكرية للسرخس تسمى فراغ، قل له أنثريديا، والأنثوية تسمى فراغ ولا أرجيجونيا. بس هذني اللي غطيتهن أنثريديا تقدر تقول أنثريديوم، صحيح. الأرجيجونيا تقدر تقول أرجيجونيوم، هم صحيح. أوكي. فهذه أنثريديا جمع، هذا أنثريديوم يكون مفرد. وصلنا إلى مقارنة بين نبات ذو فلقة واحدة ونبات ذو فلقتين. شنو وجه هاي المقارنة؟ هو على أساس في الكتاب يقول لك يابا بعد أن عرفنا أزهار النباتات، ترى مكونات الزهرة هي ثابتة، أربع مكونات، بس هاي المكونات تختلف من نبات إلى نبات آخر، والاختلافات تكون واضحة وين في نباتات ذوات الفلقة الواحدة عن نباتات ذوات الفلقتين. فبالكتاب يقول لك ليش ما سووا مقارنة بين نبات ذو فلقة واحدة ونبات ذو فلقتين؟ فكانت هذه المقارنة. طبعا المقارنة ست نقاط، أكثر الأحيان يطلب ثلاثة أو يطلب أربعة، نادر جدا يطلب خمسة. إحنا ما علينا، خلنا نحفظهم كلهم. نبات ذو فلقة واحدة ذو ورقة جنينية، هذا ذو ورقتين جنينيتين، لأن أجزاء الزهرة ثلاثة أو من مضاعفات هذا الرقم، هنا أجزاء الزهرة أربعة خمسة من مضاعفات هذا الرقم. أريدك تركز على هذه، حبة اللقاح ذات ثقب واحد، وهنا حبة اللقاح ذات ثلاث ثقوب. ممكن يجيك هنا علل، ممكن يجيك رقم ثلاثة علل، علل ما يأتي. يمكن التمييز بين نبات ذو فلقة وفلقتين من خلال حبة اللقاح، علل. مين يجيب الجواب؟ يجيب من هاي المقارنة، تقول له حبة اللقاح في نبات ذوات الفلقة الواحدة تحتوي على ثقب واحد، طبعا راح تعرف هو يسمونه ثقب إنبات، بينما حبة اللقاح ذات الفلقتين تحتوي على ثلاث ثقوب، واللي عرفناها ثقوب إنبات. نباتات ذوات الفلقة الواحدة غالبا عشبية، ذوات الفلقتين عشبية أو خشبية تعتبر عملاقة. هذه أيضا مهمة، أنا أشوف هاي النقطة جدا مهمة وتتكرر بالوزارة على شكل فراغات اختيارات كذا. يجيك سؤال يمكن التمييز بين نبات ذو فلقة وفلقتين من خلال التعرق، راح تقول له إذا كان التعرق متوازي فهو لنبات ذو فلقة واحدة، وإذا كان التعرق شبكي فهو لنبات ذو فلقتين. بس مرات الطالب ولو طلابنا يعرفون هذا الشيء، طلابنا يعرفون هذا الشيء، إنه شنو التعرق؟ التعرق هذه ورقة نباتية وهذه ورقة نباتية، بس المن هذولة؟ هذه فلقة واحدة وهذه شنو؟ فلقتين. طيب شنو الاختلاف؟ الاختلاف هو في التعرق. وين التعرق؟ هذا عنده عرق وسطي، هذا عنده عرق وسطي، هذا عنده عروق جانبية، هذا عنده عروق جانبية. أكو اختلاف لحد الآن؟ ماكو أي اختلاف. إذا كانت التعرقات بهذا الشكل يسمونه تعرق متوازي. زين إذا كانت التعرقات هالشكل، شوف طلعت تعرقات ثانوية هالشكل، بحيث هاي التعرقات شو تصير؟ تتشابك فيما بينها. ومرات الطالب يحفظ كلمات هو ما يعرف معناها. حقيقة احنا بالنسبة للطلاب الخاصة بجروباتنا بمدارسنا نعلمهم انه يجيب ورقة نباتية انت سويها وحطها هيك على إنارة مال الجلوب، راح اشوف التعرقات. اذا كانت خطوط متوازية اجيب لك ورقة مال نخيل، يعني هذا تشاقه يا صديقك مرات به وحطه على الضوء، راح اشوف التعرقات متوازية. وجيب الورقة مال النبق مثلا، مال التكية مثلا، وحطها، راح اشوف هاي التعرقات شبكية. فاذا كان التعرق شبكي فهو لنبات ذو فلقتين، واذا كان التعرق متوازي فهو لنبات ذو فلقة واحدة. النقطة الأخيرة، جذور هنا راح تكون ليفية وهنا تكون جذور وتدية. ممكن الجذور، ممكن على المايات يمكن التمييز بين نبات ذو فلقة وفلقتين من خلال الجذر. إيه إذا كان الجذر ليفي فهو لنبات ذو فلقة واحدة، وإذا كان الجذر وتدي فهو لنبات ذو فلقتين. الآن النباتات الزهرية يعني عندها أزدية، السدات، هاي السدات السدات بيها، هذه السدات بيها خيط ومتك، المتك هذا تتكون بداخل حبوب اللقاح. سؤالنا هنا شلون تتكون حبوب اللقاح بداخل المتك مرشح؟ اشرح.
فاشرح مراحل عملية نضج حبة اللقاح. طبعا أنا راسم رسمة للاطلاع بالكتاب، أحب أرسمها هنا. تحتوي أكياس اللقاح بالبداية على خلية شي يسمونها الخلية الأم للأبواغ الصغيرة، والتي تكون توسين كروموسوم. إذا أنا رسمت الخلية الأم للأبواغ الصغيرة الموجودة وين؟ موجودة في أكياس اللقاح. إذا ما موقع الخلية الأم للأبواغ الصغيرة؟ أقول له في كيس اللقاح. شنو كيس اللقاح؟ المتك بفصين، الفصل الواحد بأربع ردهات، الردهة الواحدة يسمونها كيس اللقاح أو حافظة الأبواغ الصغيرة. نقطة اثنين، تمر الخلية الأم للأبواغ الصغيرة بعملية انقسام، بس يا انقسام انقسام اختزالي لتكوين أربعة أبواغ صغيرة. إذا هناش نكتب أبواغ صغيرة. نانا سؤال، ما المجموعة الكروموسومية للأبواغ الصغيرة؟ أكيد سي. علل أو ما منشأ الأبواغ الصغيرة؟ قلنا من الانقسام الاختزالي للخلية الأم للأبواغ الصغيرة. خوش. نقطة ثلاثة، تنفصل الأبواغ الصغيرة الأربعة بعضها عن بعض. زين، فصلناها بهذا الشكل، وبعدين ورا ما فصلنا الأبواغ الصغيرة بهذا الشكل، هاي الأبواغ الصغيرة، تنفصل الأبواغ الصغيرة الأربعة بعضها عن بعض وتتخذ شكل مميز حسب نوع النبات. اسمع هاي، ثم تنقسم نواة البوغ الصغير انقسام اعتيادي، وتحاط كل من النواتين الناتجتين بالسيتوبلازم مكونة خليتين، واحدة يسمونها خلية أنبوبية والثانية شي يسمونها خلية مولدة، ويطلق على حبة اللقاح أو يطلق على هاي التركيبة في هذا المرحلة يسمونها بحبة اللقاح الناضجة، وهي تمثل الطور المشيجي الذكري غير الناضج. يعني النقطة الأخيرة قال لك تنفصل الأبواغ الصغيرة، بعدين أخذنا واحد منها الأبواغ الصغيرة كبرتها هالشكل، نواته انقسمت انقسام اعتيادي فكونت نواتين، بعدها تحاط كل من النواتين بالسيتوبلازم مكونة خلايا اثنين، واحدة يسمونها بالخلية الأنبوبية هاي، واحدة ثانية يسمونها بالخلية المولدة. فخفت نسأل ما موقع الخلية الأنبوبية والخلية المولدة؟ قل لي ضمن حبة اللقاح الناضجة. ما المجموعة الكروموسومية لهم؟ سين كروموسوم. هاي شي يسمونها؟ هاي يسمونها حبة لقاح ناضجة، أو شي يسمونها؟ يسمونها الطور المشيجي الذكري، الطور المشيجي الذكري شنو؟ غير الناضج. أستاذ ليش غير ناضج؟ مع العلم هي حبة لقاح ناضجة، هي حبة لقاح ناضجة صحيح، لأن راح تنتقل من نبات إلى نبات آخر، بس هي ما تسوي أخصاب. أوكي، لذلك شي يسمونها الطور المشيجي الذكري غير الناضج. حتى تسوي أخصاب لازم تعاني تغيرات. فالسؤال الثاني المرشح، اشرح عملية تكوين أنبوب اللقاح. أو السؤال، ما التغيرات التي تطرأ على حبة اللقاح بعد أن تسقط على الميسم؟ يعني تتخيل وياي أنت ميسم بهذا الشكل، هذا المبيض قلم، هذا ميسم، اجت سقطت عليه حبة اللقاح هالشكل، هذه حبة اللقاح بخلية مولدة وخلية أنبوبية، وهنا ايش موجود؟ المبيض، المبيض يحوي بداخله على البويض. خوش، الآن هاي راح تعاني تغيرات حبة اللقاح إذا سقطت على الميسم. فالسؤال، لو يجيك اشرح عملية تكوين أنبوب اللقاح، لو ما التغيرات التي تطرأ على حبة اللقاح بعد سقوطها على الميسم؟ فأول نقطة، تنمو حبة اللقاح بعد سقوطها على الميسم فتكون أنبوبا ذو قطر ضيق، يدعى هذا الأنبوب بأنبوب اللقاح. هذا رسمته، هذا شنو أنبوب اللقاح؟ وتذكر أنه أكو خلايا اثنين، واحدة مولدة والأخرى أنبوبية. نقطة اثنين، ينمو أنبوب اللقاح ليخترق هالشكل، ليخترق الميسم والقلم حتى يصل إلى المبيض الذي يحوي على البويضات. بعدين يقول لابد من الإشارة على أنه بالرغم من سقوط عدة حبوب لقاح على الميسم مكونة عدة أنابيب لقاح، إلا أن أنبوب لقاحي واحد يصل إلى البويض الواحد إذا كان واحد. النقطة البعد هي، يستمر أنبوب اللقاح في النمو. طبعا نتذكر أنه أكو خلية مولدة وأكو خلية أنبوبية. نستمر بالكلام، هذا الشرح جدا مهم. يقول لك
يستمر انبوب اللقاح في النمو وتخضع الخلية المولدة فيه إلى انقسام اعتيادي واحد. فالخلية المولدة هذه، طبعا هذه الخلية الأنبوبية استقرت هنا، الخلية المولدة هذه راح تعاني انقسام اعتيادي واحد، مكونة خلية ذكرية وخلية ذكرية، يعني دولة شنو؟ خليتان ذكريتان، كل واحدة شنو؟ سين، وهذا شنو اسمها؟ اسمها خلية انبوبية سين. انت لاحظ هذه المرحلة اللي راح توصل هنا هالشكل، هالشكل هذا رسمته، هو هذا. فأريدك تنتبه على هذا الكلام، وبذا يحتوي هذا، يعني سؤال وزارة هواي جاي، وبذا يحتوي انبوب اللقاح على فراغ وفراغ. انت تقول له خلية انبوبية وخليتين ذكريتين. والنقطة الأخيرة، يمثل انبوب اللقاح في هذه المرحلة الطور المشيج الذكر الناضج. ليش ناضج؟ لأنه يكون مهيئ للأخصاب. ليش استاذ مهيئ للأخصاب؟ لأن الآن امتلك الخلايا الذكرية، يعني الخلية الجنسية الذكرية. طبعا هذه الأسئلة اثنينات المرشحات. الجاي أكثر اشرح مراحل تكوين انبوب اللقاح، جاي أكثر نتابع الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع. كنا نقرأ به الطور المشيج الذكري غير الناضج في النبات متمثل بمرحلة شنو اسمها؟ متمثل بمرحلة حبة اللقاح. يا طلاب، ما مكونات حبة اللقاح؟ والله بيها خلايا اثنين، واحدة خلية أنبوبية والثانية خلية مولدة، وكلاهما سين كروموسوم. أما الطور المشيج الذكري الناضج في النبات فمتمثل بمرحلة هذا شو يسمونه؟ طور مشيجي ذكري ناضج، متمثل بمرحلة أنبوب اللقاح الناضج. فيجيك سؤال، أنبوب اللقاح الناضج يحتوي على فراغ وفراغ؟ قل له يحتوي على خلية أنبوبية وخليتين ذكريتين. أوكي؟ فحبة اللقاح وطور المشيج الذكري غير الناضج تحتوي على خليتان، هما الخلية الأنبوبية والمولدة. هذا أتكلم وين على حبة اللقاح، بس من يسألني مرحلة أنبوب اللقاح الناضج يحتوي على فراغ وفراغ، شو أقول له؟ الخلية الأنبوبية باقية على حالها، بس الخلية المولدة ما باقية على حالها، شو تحولت إلى خليتان ذكريتان. فانتبه على هذه. يجيك سؤال، ما موقع الخلية المولدة؟ قل له في حبة اللقاح. يصير أقول له في أنبوب اللقاح؟ أقول لك لا. ليش؟ لأن تحولت إلى خليتان ذكريتان. بعدين رحنا على موضوع اسم المبيض وتكوين البويضات. يعني كل شوية أنا أرسم وأقول لك يابا هنا أنا مجال أحسن، هذا مبيض، هذا قلم، هذا راح يتكون بداخله بويض، هذا هالشكل بويض. وطلابنا يعرفون أنه هذا المبيض، هذا المبيض، هذا الضخم جدا الكبير المبيض، مستقبلا يصير ثمرة، بينما هذا البويض اللي مرتبط بالمبيض، هذا بويض بويض، مستقبلا شو يصير؟ بذرة. فهنا السؤال، المبيض الكبير وتكوين البويضات بداخله، فتمثل وبالمناسبة هذا شنو هذا؟ هذا يسمونه الحبل السري. فتمثل الأوراق الكربلية في النبات بمثابة فراغ، 2016 دور أول، بمثابة فراغ ولا أوراق الأبواغ الكبيرة. وتمثل البويضات المرتبطة بالمبيض بمثابة فراغ حوافظ الأبواغ الكبيرة. شوف هنا صارت عندك حافظة الأبواغ الصغيرة، هسه صارت حافظة الأبواغ الكبيرة. حتى هناك بمراحل تكوين حبة اللقاح، حافظة الأبواغ الصغيرة تتكون بداخلها الخلية الأم للأبواغ الصغيرة، هنا أكيد راح تتكون خلية الأم للأبواغ الكبيرة. 2. الطور المشيجي الأنثوي غير الناضج. الطور المشيجي الأنثوي غير الناضج متمثل بمرحلة فراغ. بالمناسبة أنا قبل لا أجاوب هاي الأسئلة راح أقول لك، هذا البويض، شفت هذا البويض بداية تكوينه يكون بشكل نتوء صغير. هذا النتوء الصغير شنو اسمه؟ اسمه جويزاء. فالجويزاء فتشي مرشح، عرف الجويزاء، عرف الجويزاء.
هو نتوء صغير يمثل بداية تكوين البويض. يعني هذا بعد مدة زمنية تحول إلى هذا. خوش، هذا منه الجويزان، والذي يتصل بجدار المبيض عن طريق الحبل السري ويكون محاط بغلاف أو غلافين من خلايا حشوية تدعى أغلفة البويض. وهذه الأغلفة تنمو من قاعدة الجويزاء، وتحيط إحاطة تامة، لكن تترك فتحة صغيرة ما توصلها يسمونها فتحة النقير. طبعا هذه أتمنى هيك المبيض وتكوين البويضات اللي يحب يضبطه يرجع على محاضرة التكاثر في النباتات وشارحين المبيض وتكوين البويضات. فانتهينا أنه هذا البويض الناضج كان صغير اسمه جويزاء، كبر صار اسمه بويض ناضج. فأثناء التحولات اللي راح يصير راح نشوف أكو طور مشيجي أنثى وغير ناضج وطور مشيجي أنثى وناضج. الطور المشيجي الأنثى وغير الناضج متمثل بمرحلة يسمونها البوغ الكبير الفعال، يعني الخلية الأم للأبواغ الكبيرة راح تنقسم انقسام اختزالي، تكون 4 أبواغ، 3 من عندهم ينحلون يبقى واحد. هذا الواحد لأنه منحل شي يسمونه البوغ الكبير الفعال. البوغ الكبير الفعال شي يمثل الطور المشيجي الأنثى وغير الناضج. في مغطاة البذور يسمونه بتسمية ثانية يسمونه بالكيس الجنيني. فأنا سائلكم، الطور المشيجي الأنثى وغير الناضج متمثل بمرحلة البوغ الكبير الفعال والذي يسمى في حالة مغطاة البذور بالكيس الجنيني. أما الطور المشيجي الأنثوي الناضج في النباتات فمتمثل بمرحلة الكيس الجنيني الناضج والذي يحتوي على خلية البيضة. هنا أنا أريد أجيب بس البويض وأرسمه، هذا البويض بالشكل هيك نرسمه. خوش، بداخله راح أرسم فتشي كلش كبير اسمه شنو؟ الكيس الجنيني الناضج. الكيس الجنيني الناضج هذا راح شي يسمونه الطور المشيجي الأنثوي الناضج. طيب ما مكونات الكيس الجنيني الناضج أو الطور المشيجي الأنثوي الناضج؟ راح تقول له خلية البيضة والخليتان المساعدتان، خلايا السمكية والنواتان القطبيتان. يعني وانت تقرأ هسه بهاي المراجعة البسيطة ايش راح اقول لك؟ ترى هنا بهالشكل، اخرج يا اسود، هالشكل هذا يسمونه البوغ الفعال، هذا يسمونه الطور المشيجي الأنثوي غير الناضج، هذا شيء يسمونه الطور المشيجي الأنثوي الناضج. شنو الفرق؟ الفرق هناك البوغ الكبير الفعال يحتوي على نواة واحدة، هنا لا، تحولت النواة إلى عدد 6 خلايا زائد نواتين. هذا شيء يسمونه الطور المشيجي الأنثوي الناضج. يجيك سؤال، ما مكونات الطور المشيجي الأنثوي الناضج أو الكيس الجنيني الناضج؟ قل له خلية البيضة المهمة والخليتان المساعدتان، خلايا السمكية والنواتان القطبيتان. سؤال آخر خاف يجيك، ما موقع الخلايا السمكية؟ قل له في الكيس الجنيني الناضج أو في الطور المشيجي الأنثوي الناضج. ما موقع الخليتان المساعدتان؟ ما موقع النواتان القطبيتان؟ كلها موجودات هنا. خوش، هذه قريناها. بعد ما أي هذا، الطور المشيجي الأنثوي الناضج في النبات متمثل بمرحلة الكيس الجنيني الناضج والذي يحتوي على خلية البيضة والخليتان المساعدتان وفراغ خلايا السمكية والنواتان القطبيتان. إذا صار الطور المشيجي أنثوي ناضج فهاي التركيب كل شيء يسمونه بويض ناضج. مرشح، ما مكونات البويض الناضج؟ البويض الناضج يتكون من الكيس الجنيني الناضج، هذا الرسمة بالأسود، والجويزاء والأغلفة ذني الأغلفة، والحبل السري، هذا الحبل السري، والذي يبدو منحنيا إلى الأسفل بالشكل الذي تكون فيه فتحة النقير مجاورة للحبل السري. هذه قريناها. تنشأ المدقة أو المبيض من أوراق خاصة، طبعا قريناها من البداية، يسمونها بالأوراق الكربلية. تعريف الجويزاء مرينا عليه. خوش، وصلنا إلى موضوع اسمه التلقيح. يعني هسه صار عندك، صارت عندك حبة اللقاح الناضجة، يسمونها الطور المشيجي الذكري غير الناضج، راح تنتقل من مكان إلى مكان آخر. هذا انتقال حبة اللقاح من مكان إلى مكان آخر، العنوان كل شيء يسمونه التلقيح. عرف التلقيح هو انتقال حبوب اللقاح من نبات إلى نبات آخر.
والذي بسبب هذا التلقيح ايش راح يصير؟ يصير الاخصاب وتكوين الثمار. والتلقيح يكون بنوعين، فراغ وفراغ، تلقيح ذاتي وتلقيح خلطي. المرشح عندنا التلقيح الذاتي والخلطي. عرف التلقيح الذاتي هو انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة إلى ميسم الزهرة نفسها، أو ميسم زهرة أخرى لنفس النبات. مثال، عندك هواية أمثلة، يعني بالوزارة ما يركزون هواية على الأمثلة، حنطة وشعير، يعني ذهب وفضة، حنطة وشعير، رز وفاصوليا، يعني تمن وفاصوليا، خلاص حفظنا احنا أربعة أمثلة. وبعد عندك مثلا أشجار الحمضيات، واحد من يضرب فاصوليا وراها يراد له حمضيات، وبعدين يدوخ ويتغطى وينام بلحاف بقطن. أما التلقيح الخلطي فيتم هذا التلقيح بانتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم زهرة أخرى لنبات آخر، من نفس النبات، من نفس النوع، وأحيانا أنواع أخرى لكن تنتمي إلى نفس الجنس. بعدين يكمل، والتلقيح الخلطي هو أكثر أهمية من التلقيح الذاتي. علل، لأن الثمار والبذور الناتجة من التلقيح الخلطي تكون أكبر حجم وأكثر عدد وأسرع نمو. من التعاليل المهمة، مثال النخيل، كلكم تعرفون النخيل، أكو نخلة ذكر نخلة أنثى، فأكيد حبوب اللقاح راح تنتقل من النبات الذكر إلى النبات الأنثى، وهذا يسمونه تلقيح خلطي. وهذه الأسئلة راح أشوفها كلها موجودة هنا. يكون التلقيح الخلطي أكثر أهمية من التلقيح الذاتي، ولذلك قرأنا الجواب، ولذلك ينصح المزارعون بإقامة خلايا النحل في البساتين أو قريب منها، قل له لضمان حدوث التلقيح الخلطي، وبالتالي يكون الناتج وفير وذو نوعية جيدة. زين، وصلت حبة اللقاح أو تكون أنبوب اللقاح ووصل إلى الكيس الجنين الناضج، إيش راح يصير؟ راح يصير أخصاب مزدوج. الأخصاب المزدوج حقيقة مرشح جدا جدا مرشح. خوش، فد صورة سريعة على الأخصاب المزدوج. باوع لي إيش راح أرسم؟ راح أرسم هذه مدقة وراح أهتم بالمبيض مالتها وأكبره كلش هواي. المبيض يوجد بداخله شنو؟ يوجد بداخله البويض، والبويض مرتبط بالمبيض عن طريق الحبل السري. بعد إيش عرفنا؟ عرفنا إنه داخل هذا البويض موجود الكيس الجنيني الناضج. طيب ما مكونات الكيس الجنين الناضج؟ أيضا أنت حفظتهن، قلت لي واحد خلية البيضة والخليتان المساعدتان. شوف خلية البيضة تصير قدام فتحة النقير، وبالمناسبة هنا تنسيل ما موقع وأهمية فتحة النقير. هذه فتحة النقير، الفتحة الموقع لو تقول له في قمة البويض الناضج صحيح، لو تقول له في قمة الجويزة صحيح، لأن البويض الناضج هو بداية شنو؟ جويزة. الأهمية هسه راح أشوف بالرسمة يسمح بدخول أنبوب اللقاح للكيس الجنيني الناضج. تعالوا نكمل ما مكونات الكيس الجنيني الناضج أو الطور المشيج الأنثى والناضج. قلنا خلية البيضة والخليتان المساعدتان والخلايا السمتية والنواتان القطبيتان. زين، سقط عليهم منو؟ سقط عليهم حبة اللقاح، وهذه حبة اللقاح بعد ما سقطت سوت أنبوب لقاح، وأنبوب اللقاح اخترق الميسم والقلم والمبيض حتى يصل إلى البويض. وانتبه لي على الرسمة، هذا البويض شوف الفتحة مالته فتحة النقير، شوف هذا أنبوب اللقاح من خلال فتحة النقير راح يدخل وين؟ إلى الكيس الجنين الناضج. طيب أنا أريد أذكرك بسؤال، السؤال هو ما مكونات يا أسود، لا برتقالي، ما مكونات أنبوب اللقاح الناضج؟ راح تقول لي خلية أنبوبية، شو القضية؟ راح تقول لي خلية أنبوبية وخليتان ذكريتان، دول الخلايا الذكرية الاثنين وهاي الخلية الأنبوبية. الآن هسه احنا وين واصلين؟ واصلين إلى فتشي اسمه الأخصاب المزدوج، فتشي مرشح جدا. أنا دا أرسم لك صورة الأخصاب المزدوج.
الآن أنبوب اللقاح الناضج راح يصل إلى الكيس الجنيني الناضج عن طريق فتحة النقير. إذن ما موقع وأهمية فتحة النقير؟ الموقع في قمة البويض أو قمة الجويزال، أهمية من خلالها سوف يدخل أنبوب اللقاح الناضج وين؟ إلى الكيس الجنيني الناضج. زين، من وصل ايش راح يسوي؟ راح يفرغ محتويات الثلاث هنا، يعني ايش راح يدخل الخلية الأنبوبية، وبعد شي يدخل الخلية الذكرية، وبعد شي يدخل الخلية الذكرية. ايش نسوي هسه احنا؟ راح نمسح هذه الخلية الأنبوبية منا. ليش نمسحها؟ لان هي اصلا دخلت هنا، ونمسح هاي الخلايا الذكرية الاثنين. اوكي، بعد ما صارت هاي القصة شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه هاي الخلية الذكرية، هاي شفتوها، تروح على خلية البيضة تتحد وياها. الخلية الذكرية رقم واحد سين مع خلية البيضة سين، تساوي بيضة مخصبة. والخلية الذكرية رقم اثنين اللي هي سين، تتحد ويا من؟ تتحد ويا النواتان القطبيتان، اللي كل النواة قطبية سين، فيسوون النواة السويداء اللي هي ثلاثة سين، هذه يسمونها الأخصاب المزدوج. فعرفوا الأخصاب المزدوج، قل له هو عملية اتحاد إحدى نواتين الخليتين الذكريتين، يعني الخلية الذكرية رقم واحد نواتها سين، تتحد ويا من؟ ويا نواة الخلية البيضية، خلية البيضة اللي هي همسين، حتى شي يساوون؟ يساوون توسين اللي هي البيضة المخصبة. وبعد والخلية الذكرية الثانية نواتها الخلية الذكرية الثانية اللي هي نواتها أيضا سين، تتحد ويا النواتان القطبيتان اللي هم توسين، يساوي شيء ثلاثة سين، الناتج نواة السويداء. هذا التلقيح المشار إلى شيء يسمونه بالأخصاب المزدوج. فتشي تعريف باوع الصورة شلون صارت. فتشي كلش حلوة. نروح على الملزمة. فعرف الأخصاب المزدوج كلش مهم، أعتقد بعد أنت أصلاً حفظته، ما يحتاج تباوع على التعريف. هو عملية اتحاد إحدى نواتين الخليتين الذكريتين بنواة خلية البيضة لتكوين البيضة المخصبة والزيجة والتي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات، واتحاد نواة الخلية الذكرية الثانية بالنواتان القطبيتان لتكوين نواة السويداء والتي تكون ثلاثية المجموعة الكروموسومية، وهو صفة مميزة طبعا للنباتات الزهرية. عندك سؤال، ما هي التغيرات التي تحصل في الكيس الجنيني الناضج بعد حصول عملية الأخصاب المزدوج؟ يعني إذا نرجع على الصورة يوسف، أخليك وياي عادي، بس شوف إن الوقت، احنا نريد الوقت يكون، ما نريد ملل. ها؟ 47، حلو. احنا نريد ويا الساعة يكون نقبط هذا الجزء. لذلك التكاثر راح نسوي ثلاث مصورات يا يوزر سيف. زين، وين رحنا؟ ها. شوفوا طلاب، من الأشياء اللي كانت لها دور في عملية الأخصاب المزدوج، كان الخلية الذكرية رقم واحد، والخلية الذكرية رقم اثنين، والخلية البيضة، والنواتان القطبيتان. الماء لهم دور ينحلون بعد حصول عملية الأخصاب المزدوج. يعني من اللي راح ينحل؟ يعني اللي راح ينحل الخلية الأنبوبية، وبعد والخلايا السمتية الثلاث، وبعد والخليتان المساعدتان. اثنين، هذه أصبحت بيضة مخصبة بالانقسام الاعتيادي والنمو تتحول إلى جنين. ثلاثة، هذه نواة السويداء بالانقسام الاعتيادي والنمو تتحول إلى نسيج السويداء الخازن للمادة الغذائية. وثلاثة، تحول هذا غلاف أو غلافي البذرة إلى القصرة، تحول غلاف أو غلافي البويض إلى غلاف البذرة الذي يسمى بالقصرة. زين، إذن هذا السؤال، ما هي التغيرات التي تحصل في الكيس الجنيني الناضج بعد حصول عملية الأخصاب المزدوج؟ شفناها بالرسم، تنحل الخلايا السمكية الثلاث والخليتان المساعدتان والخلية الأنبوبية. اثنين، تبدأ البيضة المخصبة بالانقسام الاعتيادي والنمو والتمايز حتى تكون جنين. ثلاثة، تنقسم نواة السويداء انقسامات اعتيادية متكررة لتكوين نسيج السويداء الخازن للمادة الغذائية. وأخيراً، نمو غلاف أو غلافي البويض وتحوله إلى غلاف البذرة الواقي والذي يعرف بالقصرة. وانا جاي اللي قال لك باوع خاف يقول لك عرف القصرة، وترى نقطة رقم أربعة تعريف القصرة. القصرة وتعني غلاف البذرة، وهي تنشأ أو تتكون من نمو غلاف أو غلافي البويض، تأخذ درجة كاملة والله. وصلنا إلى الجنين. هذا السؤال بصراحة جاي مرتين بالوزارة، عدد مراحل تكوين الجنين. هو بيرسم وبيشرح،
بس انا اشوف تعداده هو المرشح. فمراحل تكوين الجنين في نبات ذوات الفلقتين، واحد مرحله الزيجه او مرحله تكوين الزيجه، اثنين مرحله تكوين الجنين الاولي، ويكون الجنين متعدد الخلايا وجزءه القاعدي يكون غير فعال. ثلاثه مرحله التكور الجنين يكون بشكل الكره، مرحله القلب الجنين بشكل القلب، مرحلة التوربيد الجنين بشكل التوربيد، توربيد يعني الصواريخ التي تنطلق من الغواصات البحرية، ومرحلة الجنين الناضج، الجنين الناضج اللي يحتوي على محور جنيني، والمحور الجنيني يحتوي على مكوناته الثلاث وهو الجذير والسويق والفلقات الاثنين أو فلقة واحدة إذا عددنا نباتات ذوات الفلقة الواحدة. وصلنا إلى موضوع اسمه البذرة. البذرة طلاب هي جاية من تضخم البويض، والثمرة جاية من تضخم المبيض. فهنا تكون بعض البذور الناضجة حاوية على سويداء، فبعض البذور بها سويداء، بعض البذور ما بها سويداء. أنت عليك تحفظ هاي الأمثلة. البذور التي تحتوي على نسيج السويداء ثلاث أمثلة أحفظهن، إن الحنطة والقروع والذرة. أما البذور اللي ما بها سويداء فهو الباقلاء والفاصوليا. زين، السؤال ليش بعض بذور النباتات تحتوي على نسيج السويداء؟ نانا لأن الجنين البذرة لا يستهلك نسيج السويداء إلا بعد زرع تلك البذور وبدأها بامتصاص الماء. طبينا بعدين على موضوع اسمه الثمرة. الثمرة المنشأ مالتها من تضخم المبيض. يعني هسه من خلال هالرسمات البسيطة شفت المبيض يتحول إلى ثمرة، شفت البويض الصغير يتحول إلى بذرة. فهنا عندك فتشي ثمار الكاذبة. يعني أستاذ ليش هو أكو ثمار حقيقية؟ أي والله أكو ثمار حقيقية بس ما عندك بالكتاب. الثمار الحقيقية هي الثمار التي تنشأ فقط من المبيض، لكن الثمار الكاذبة هي الثمار التي تنشأ من تضخم مبيض مع اشتراك أجزاء أخرى مع المبيض. مثال التفاح تعتبر ثمرة كاذبة لأن اشترك التخت في تكوينها، والتوت اشتراك الأغلفة الزهرية. ولابد شايفين المحاضرة قلت لكم يا مثلا هاي التفاحة عندنا زين مجال هنا بكتها كنت أقول لكم الزملك تفاحة وقصها بالنص هالشكل، قصها بالنص إيش مقطع طولي، راح أشوف هنا فد منطقة خشنة ما تنكل وبداخلها حبات هالشكل. أنت تأكل هذا الجزء، الجزء اللي ينكل هو التخت، أما هذا المبيض ما ينكل، لكن إذا جوعانين هم نسحقها. هذا شنو؟ هذا هذا القلم يبس بعد ما، وهنا أنا تابع التفاح زين شوف تضخم هذا الميسم يبس، اوكي يبس يعني جف خوش. فهنا هاي شيء يسمونها ثمرة كاذبة. ليش ثمرة كاذبة؟ لان الجزء الكبير من الثمرة الذي يؤكل هو التخت مو المبيض. اغلب الثمار الجزء الذي يؤكل هو المبيض الا ثمرة التفاح اللي يؤكل هو التخت. اما التوت يعني التكي الجزء الذي يؤكل هو الاغلفة الزهرية. شنو الاغلفة الزهرية؟ يعني الكأس والتويج. اوكي جيد جدا. فالثمار الكاذبة هي الثمار التي تنشأ من تضخم المبيض مع اشتراك اجزاء اخرى مع المبيض مثل التفاح، اشتراك التخت، التوت، اشتراك الاغلفة الزهرية. عندك هذا السؤال كلش مهم. استاذ يعني يؤدي نضج الثمار والبذور إلى تعطيل، تعطيل شنو معناته؟ معناته توقف، إلى تعطيل النمو الخضري للنبات. شوفوا طلاب، هي هسه الزهرة بالنبتة، الزهرة مكوناتها كأس وتويج وأزدية ومدقات. اللي راح يصير الثمرة هو الزهرة، بس أي جزء من أجزاء الزهرة الأربعة راح تقول المدقة. طيب أي جزء من أجزاء المدقة؟ أقول لك المبيض. المبيض عندما كانت زهرة، المبيض لو تشوفه بعينك لو تشوفه بعدسة مكبرة، وراء أيام أشهر هذا المبيض يصير هالقد، يصير برتقالة، يصير باذنجانة، يصير خيارة، يصير طماطة. فالسؤال شنو اللي خلى المبيض يتحول من شكل دقيق إلى شكل كبير؟ هو هيك السؤال. هذا واحد. واثنين، ليش أيام تكوين الثمرة الأوراق والسيقان والأوراق يتوقف النمو عندها، يتعطل النمو عندها؟ وانت تعرف حتى واحد يكبر يحتاج لغذاء. بهاي الفترة، فترة تكوين الثمار، الغذاء كله يروح للمبيض، ما يروح بعد لهاي الأجزاء. فالناس اللي ما تحصل على غذاء مثل الساق يتوقف النمو مالتهم لحد ما نقطف الثمار وبعدين يرجع يصير نمو. فهنا نقول يؤدي نضج الثمار والبذور إلى تعطيل النمو، تعطيل النمو الخضري للنبات. استاذ شنو النمو الخضري؟ يعني سيقان، جذور، أوراق، هاي يسمونها الأجزاء الخضرية.
فعند تكوين الثمار تنتقل المواد الغذائية البسيطة المتمثلة بالسكريات والأحماض الأمينية، تنتقل بسرعة إلى جدار المبيض من خلال الأنسجة الوعائية التي تربط أجزاء الزهرة بالساق، وعند وصول هاي الأشياء البسيطة تتحول إلى مواد غذائية مختزنة غير ذائبة مخزونة كالنشويات والسكريات المعقدة والبروتينات والزيوت. اسمع هذه وأتجيك. وعادة يصاحب التغيرات التي تطرأ على الثمار تغيير في بعض الصبغات النباتية، فمثلا تختفي صبغة الخضور أو الكلوروفيل الخضراء وتحل محلها الصبغات الكاروتينية اللي لونها أحمر عند نضج الثمار كما هو الحال في الطماطة. هسه تيجيك من المسؤول عن اللون الأحمر في الطماطة، أقول له الصبغات الكاروتينية. وقد تتراكم صبغات الأنثوسيانين، وقد تتراكم صبغات الأنثوسيانين البنفسجية باستمرار عند نضج الثمار كما في العنب الأسود والأجاص. أنا من المسؤول عن اللون الأسود في العنب أو من المسؤول عن اللون الأسود في الأجاص، راح تقول له صبغات الأنثوسيانين. نحل هاي مجموعة الأسئلة، مثل لمايتي ثمار كاذبة يشترك في تكوينها التخت، راح تقول له التفاح. ثمار كاذبة يشترك في تكوينها الأغلفة الزهرية، راح تقول له التوت. ثمار يتجمع فيها صبغات كاروتين، راح تقول له طماطة. ثمار تتجمع فيها صبغات الأنثوسيانين، راح تقول له لو العنب الأسود لو الأجاص. هذا يعتبر من الأسئلة المرشحة جدا، ما هو دور حبوب اللقاح الناضجة في تكوين الثمار؟ طبعا 22 دور أول إجا، 23 دور أول إجا، أقول إجا 24 دور أول يعني، بس هو تبقى من الأسئلة المهمة جدا والمرشحة. خوش هذا السؤال، ما هو دور حبوب اللقاح الناضجة في تكوين الثمار؟ حبة اللقاح، الدور الأول إنتاج الخلايا الجنسية الذكرية، الخلايا الذكرية الاثنين التي تخص بالبيوض بعملية الأخصاب المزدوج، فينتج عن ذلك تكوين الثمار. اثنين، ان نمو حبوب اللقاح شو يسوي؟ يحفز على تكوين هرمونات، هاي الهرمونات تقوم بتنظيم عملية نضج المبايض وتحولها إلى ثمار. يعني مرات حبوب اللقاح من تسقط على الميسم وما تسوي أنبوب لقاح ما يصير أخصاب، راح تتكون ثمار، بس الثمار ما بيها بذور. ليش؟ لا أصلا ما صار أخصاب، لأن البذرة تتكون بعد الأخصاب. فهذا طبعا مرينا عليه السؤال، قلنا لكم سؤال مرشح. هذا السؤال أنا أشوفه كلش مهم. هذا ينتج الأناناس وبعض أنواع العنب وبرتقال أبو صرة ثمارا عذرية فاقدة للبذور بالشكل الطبيعي، علل. راح تقول له لأنه مبايض أزهار هذه النباتة ذات محتوى هرموني عالي، فهي لا تحتاج أنه تلقحها ولا تحتاج أنه ترشلها هرمونات نمو إلها، والكيفة تكون لك ثمار عذرية بدون بذور. هذا قريناه. أرسم مع التأشير على الأجزاء تركيب الثمرة، طبعا من الرسمات السهلة جدا واللي راسمينها لكم بالكتاب، شلون نرسمها؟ نرسمها هنا ولو رسمة صغيرة. هنا الثمرة، هنا طبعا راح تاخذ قطع طولي ايضا في الثمرة، والثمرة من ترسمها راح يقول لك تتألف من ثلاث طبقات، طبقة خارجية وسطى وداخلية. فانت عليك اول شيء تعرف انه الثمرة بداخلها بذرة، اذا هاي الخضرة شنو هذه؟ هذه البذرة. وبعدين ترجع على طبقات الثمرة، الطبقة الخارجية هاي فوق الخط الأسود، وبعدين هاي شبتها هذه الشكل، هاي يسمونها الطبقة الداخلية، وهاي بالنص. إذن هذه طبقة خارجية، طبقة خارجية، هذه طبقة وسطى، وهذه طبقة داخلية، أما هذه اسمها البذرة. فهذا مقطع في الثمرة يعني من الرسومات أيضا جاي بالوزاري. بعد شقرين هنا هذا عدد أنواع الثمار، طبعا وصلنا للختام. عدد أنواع الثمار هي الثمار البسيطة والثمار المتجمعة والثمار المركبة أو المضاعفة. ليش يسمونها ثمار بسيطة؟ هاي الثمار الثمرة ناتجة من زهرة واحدة ذات مدقة واحدة، هنا كاتب الكيها ذات كربلة واحدة يعني مدقة واحدة، فهي الثمار الناتجة من زهرة واحدة ذات كربلة. الكربلة شنو معناها؟ معناها المدقة هالشكل يعني هذه،
أو عدة كربلات ملتحمة كما هو الحال في الباقلاء والطماطة والخيار والبرتقال والمشمش وغيرها. الثمار المتجمعة، شوف هذه، إذا أجينا على رسمة ثانية شوي نغير بالألوان، هذا تخت، هذا تخت، وهذه أكو زهرة، بس الزهرة كم مدقة بيها؟ بيها عدة مدقات مثل هاي المرسومة، بالتالي كم مبيض؟ عدة مبايض. يا صحيح زهرة واحدة، بس هنا زهرة واحدة ذات كربلة واحدة، هنا زهرة واحدة ذات كربلات عديدة، فشي يسمونها؟ ثمار متجمعة. مثال منه، مثاله شلون متجمعة، هذه متجمعة، مثالها هو توت الأسود، صار عندك توت وصار عندك توت أسود. فالثمار المتجمعة هي ثمار متكونة من كربلات مدقات عديدة منفصلة، وتنشأ الثمرة من هذا النوع من زهرة واحدة ترتبط بالثمرات معا على تخت واحد كما هو الحال في التوت الأسود. فخاف يجيك ما نوع الثمار في كل من مايتي التوت تقول له ثمار كاذبة، التوت الأسود شو تقول له؟ ثمار متجمعة. الثمار المركبة أو المضاعفة، وهي تتكون من عدة أزهار، يعني مو زهرة واحدة، عدة أزهار، كل زهرة إلها تختها الخاص وإلها مدقتها الخاصة، يعني إلها كربلتها الخاصة، إلها مبيضها الخاص، فهي تتكون من عدة أزهار متجمعة، تنشأ من كل واحدة منها ثمرة، وتبقى الثمرات مرتبطة معا عند النضج بإطار واحد كما هو الحال في الأناناس. املأ الفراغات الآتية، قد تتراكم صبغة الأنثوسيانين البنفسجية عند نضج الثمار كما هو الحال في فراغ وفراغ، تقول الأجاص والعنب الأسود، هنا نركز مو بس تكتب عنب، تكتب العنب الأسود، لأن هو ده يسأل على اللون صبغة، أكو عنب لونه أبيض أصفر. غلاف فراغ ينشأ من نمو غلاف أو غلافي البويض، طبعا غلاف البذرة، ويدعى كذلك بفراغ، تقول له القصرة. فراغ هي مثال للثمار المتجمعة التوت الأسود، وفراغ مثال للثمار المركبة تقول له الأناناس. أوكي؟ وهنا عندك أكو فد موضوع اسمه انتشار الثمار والبذور، حمر له، يعني احنا راح نشوف أسئلة إن شاء الله بنهاية الملزمة. وصلنا إلى التكاثر في الحيوان، نتوقف يم التكاثر في الحيوان حتى التكاثر نسوي له ثلاث مصورات، يعني هسه صار واضح بالنسبة لك. الفصل الأول أصبح مصورات اثنين كمراجعة مركزة، الفصل الثاني مصورات اثنين كمراجعة مركزة، أما الفصل الثالث لأنه المادة مالته أكثر فراح يطلب من عندنا ثلاث مصورات، كل مصور بساعة واحدة، حتى بعدين المصور الأخير نروح نكمل التكاثر بالحيوان الأخير ونحل الأسئلة، الأسئلة الموجودة في نهاية هذا الفصل. أتمنى لكم بل أدعو لكم أن تحصدوا الدرجات العالية في امتحان نهاية السنة. مع ألف سلامة.